السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم سنه تانية عاملين ايه رب تكونوا بخير معاكم زميلتكم ايه البنا فرقه ثالثه هنشرح النهارده جزء البراكتيكال في ديول السي اس معانا اول جزء وهو جزء السباينال كورد جزء السباينال كورد بسيط خالص هم تمن جرات بس الاصل فيهم اتنين يعني انت لو ذاكرت الاتنين دول كويس فانت خلاص كده الباقيين كان مراجع عليهم بس تمام <applause> آه يا شباب كلها يومين تخلصوا ان على خير ان شاء الله اهم حاجه بس يعني حاولوا تبذلوا كل جهدكم الفتره ديت وجدعينه وتراجعوا بقدر الامكان راجعوا كويس جدا وحلوا اسئله على الفسيولوجي وعلى الادات وحلوا اسئله كتير الاسئله تفرق معاكم قوي وربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله الامتحان يجي كويس وتجابوا كويس باذن الله آه قبل ما نبدا نفتكر زمايلنا اللي الله ندعوهم برحمة رحمه ربنا يرحمهم ويغفر لهم مسكين في جناته ويصبر اهلهم على فراقهم ويرحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تمام معنا اول جار هو بسيط خالص مفتوح غير علامات بس تمام احنا طبعا عارفين في بتاع في النظر بتاع الاسبوع الكورد ان اللمبر والسكر الاكسجيال روتس احنا طبعا كل الاسبوع السيجمنت بيخرج منها الروت في الجنب كده تمام الروتس بقى بتاع اللمبر والسكر الاكسجيال بيعمل لنا حاجه من تحت كده زي دي الحصان اسمها الكودا ايكوينا ها هي رقم أربعة معانا رقم أربعة معانا هي الكودا ايكوينا ديت كده تمام يبقى اول رقم اول رقم معانا رقم أربعة بص يا شباب انا عايز اقول حاجه الارقام بنسبه كبيره يعني رقم أربعة بس انا مش عارفه في الامتحان هيجيبها لكم كده بس ان شاء الله هيجيبها لكم كده يعني بس بنسبه كبيره وعشان وانت بتراجع الجرات يعني وانت بتراجع لنفسك هتلاقي بنسبه كبيره الارقام هي 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 يعني عشان ما تلخبطش نفسك تمام يبقى رقم أربعة ديت ايه ايه كودا ايكوين رقم ستة بص الستة ديت هتلاقوها موجوده في اغلب الجرات معانا هتلاقيها طالعه بسلك بنفسجي كده طبعا سلك بنفسجي زي ملفوف كده وجرات تانية سلك بامبا يبقى بنفسجي يا بامبا هو هي هي نفس الحاجة هي فايلم ترمينال انترنم طبعا فايلم ترمينال دي اللي هي ابتداد الباية تمسك اللي تحت كده من عند الصغير الكبير تمام آه يبقى رقم ستة ديت اللي هي الفايلم ترمينال انترنم فايلم ترمينال انترنم طيب آه بعد كده عندنا رقم تحت رقم تحت رقم خمسة هتبقى اللي هي الفايلم ترمينال اكسترنم اللي هي تكملة الفايلم ترمينال انترنم احنا معانا هنا احنا معانا هنا ايه معانا ثلاث علامات رقم أربعة اللي هي الكودة إيكوينة رقم أربعة اللي هي الكودة إيكوينة رقم ستة اللي هي طالعة بسلك بنفسجي ديت اللي هي الفايلم ترمينال انترنال ونركز في شكل السلك يا جماعة عشان في سلك تاني بامبا فوق اه بصوا شايفين السلك البامبا اللي فوق دوت هناخده في السلايد اللي بعدها تمام شايف ده سلك مستقيم واقف كده صح بصوا ده واقف اهو ده اللي هو السلك ده واقف اما دوت تحسوه طالع كده لبره وباظ وتحسوه ملفوف كده زي ملفوف كده ملفوف من فوق كده تمام عشان نفرق ما بين السلكين عشان ده سلك حقيقي عشان ممكن تتلخبطوا ما بينهم في الامتحان تفرقو شكلهم يعني يبقى آه رقم ستة ده الفايلام ترمينال انترنال رقم خمسة اللي تحت ده ترمينال اكسترنال تمام بعد كده السلايد ديت السلايد ديت فيها كمية حاجات كتيرة بس كلها سهلة ان شاء الله احنا طبعا عندنا الطبقات اللي بتحاول الاسباينال الكورد من بره اللي هي ايه الأغشية اللي بتاعته اللي هي إيه عندنا الديورة والأركينويد والباية ديورة وأركينويد وبار... وباية من بره لجوه الديورة اللي هي رقم واحد رقم واحد ديت الديورة بصوا دي رقم واحد ديت اللي هي كده إيه دي الديورة المفروض إن تحت الديورة في هنا في الأركينويد بس هو شايلها تحت هنا اللي هنا إيه ديت اللي جوه دي الباية في ديورة في الأركينويد في النص هو شايلها فينا الباية وفي فين الأركينويد, الأركينويد اللي تحت ده بصوا لو لاحظتوا في الحتة دي كده هتلاقوا في النص الخط ده ده فاصل يعني هنرجعها كده تاني بصوا دققوا قوي هتلاقوا هنا فاصل هتلاقوا الحته اللي تحت اغمق من الحته اللي فوق يعني ده الجزء ده كده اغمق من الجزء اللي فوق ده يعني الجزء اللي تحت ده او تحسوه عليه طبقه زياده دي اللي هي الاراكينويد والجزء اللي فوق دوت البيض تمام كده يبقى احنا معانا رقم اللي هي رقم 3 تحت الاراكينويد هي رقم 3 على طول هتلاقي رقم 3 على طول دي الاركينويد. تمام فوق معانا رقم واحد ديت اللي هي الديورة رقم واحد دي اللي هي الديورة دي ورقم ثلاثة دي الأراكيمات هو مش معلم لك على الباية بس انت تبقى عارفها تمام الرقم طب السهم الأخضر ده ايه الباية بيطلع البايا بيطلع منها حاجة من الجناب اللي, اللي هي ايه دنتيت ليجمنت اللي هي الدنتيت ليجمنت اللي هي بتيجي يعني بتخرج بطريقة متبادلة مع النيرف روت هو بيخرج من ما بين النيرف روت صح فهو تلاقي روت وتحته دنتيت ليجمنت فهو هنا اللي لك من الصورة هنا السهم الاخضر كل سهم اخضر هو دنتيت ليجمنت اي سهم اخضر هتلاقيه في كل الجرات الجايه هو دنتيت ليجمنت يبقى ده ده ايه شتى كده وغيري غير اللون كده ماشي ده اللي هو السهم الاخضر ده ماشي بصوا ديت ايه آه. ده كده ايه دي دنتيت ليجمنت دنتيت ليجمنت تمام طيب ايه امال ايه ده ده ايه ده النيرف يبقى اللي فوق اللي فوق اللي عند الباي اللي فوق ده اللي هو ايه الدنتيت اللي, اللي تحت ده اللي هو اسمه ايه النيرف روت بس انا مش كاتب لك النيرف روت هو كاتب لك البرولونجيشن ديورال برولونجيشن اراوند الاكزيت اوف السباينال نيرف طب ما هو الاكزيت اوف السباينال نيرف هو هو النيرف روت تمام انت تكتب عايز تكتب في الامتحان اكزيت اوف السباينال نيرف عادي عايز تكتبها نيرف روت عادي هي, هي 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 حاجه واحده يعني وحواليها محاوله طبطقه من الديوره يبقى ده كده معانا فوق تاني هنرجع تاني رقم واحد اللي هي الديورة رقم واحد اللي هي الديورة دي اللي برا خالص رقم تلاتة رقم تلاتة ديت اللي هي الاركينويد رقم تلاتة الاركينويد وهنا ديت مش باينة دي اللي هي الباية المفروض دي هنا الباية بس هي مش كاتبة لكم مش هعلم عليها حاجة قولنا السهم الاخضر اي سهم اخضر جرين ارو ده دنتيت اي سهم اخضر دنتيت ورقم اتنين اللي هو طالع بروسيس كده مثلثات دي ديت دي ايه نيرف روت ديت نيرف روت تمام طيب آه وقلنا رقم تلاته اللي هي الاراكنويد طب تحت بقى تحت في عندنا حاجتين اتنين بصوا في عندنا سلك بامبا سلك بامبا كده ايه واقف خط مستقيم كده وهنا سلك سهم سهم احمر صح بص يا سيدي السلك البامبا دوت طالع عليه حاجه يعني حاجه زي فيسل زي كده اللي عليه دوت اللي هو حاجه بتمشي من قدام ده اللي هو الانتيرور انتيرور سباينال ارتري ومعاه الانتيرور ميديان فين يبقى يبقى هو السلك البامبا دوت بصوا ماشي سلك البمبة دوت كده اهو اللي هو ده عليه فيسل في فيسل ماشي عليه اهو الفيس دوت اللي هو ايه ده الانتيرور سباينال ارتري ومعاه الانتيرور ميديان فين انتيرور سباينال ارتري ومعاه الانتيرور ميديان فين تمام تمام طب امال ايه السهم الاحمر اللي جنبه دوت ايه السهم الاحمر ده بتاع ايه بصوا هو السهم الاحمر ده تحسوه جاي من على الكودا اكوانا بس من الجنب كده يعني احنا معانا الكودا اكوانا نازله هنا اهيت كده صح هو جاي عليها من جنب مش معلم لك على كل ايكون ذات نفسها بص هي الكودة ايكون هجيب لك عليها رقم رقم هي في كل الجيرات اللي عندك إيه على الكود اكوان ذات نفسها عليها رقم اما سهم السهم دوت إيه على نهاية بص تحسوا تحسوا جنبها كده تحسوا السهم جاي جنب الكود اكوان كده تمام إيه السهم دوت اسمه ايه ده هو راديكولار فيسل راديكولار فيسل راديكولار فيسل تمام احنا كده خلصنا الجار دوت هنرجع لثاني قلنا معانا رقم واحد ديت اللي هي دي الديوره ديت الديورة تمام قلنا الاركنويد البايا ديت البايا والاركنويد الاركنويد الموجودة تحت اللي هي فين اللي هي الاركنويد رقم تلاتة هنا دي قلنا المثلثات اللي طالعة من الجنب ديت اللي هي الايه النيرف روت المثلثات النيرف قلنا أي سهم أخضر ده الدنتيت ليجامنت أي سهم أخضر ده الدنتيت ليجامنت وأي سهم أحمر أي سهم أحمر ده اللي هو فيسلز يبقى احنا كده عرفنا منها حكي أي سهم أخضر ده الدنتيت ليجامنت أي سهم أحمر ده اللي هو فيسلز والسلك البامبا المستقيم عليه فيسلز اللي هو الأنتيرو زوين الأرتري والأنتيرو ميديان فين بس كده ده ده أهم حاجة بعد كده بقى كل الباقي هتبقى هتلاقوا تطبيق على السلايد دي أغلبه كده ديت هنا معانا هنا ايه بص فوق هي إيه السلايد دي جاية من الجنب يعني تحسوها جاية من الجنب كده فاحنا معانا فوق هنا ده هنا كده ايه رقم واحد ده اللي هو الدنتيت اللي رقم واحد جاية من جنب كده ده الدنتيت اللي جامد تمام يبقى رقم واحد معانا ده اللي هو الدنتيت اللي جامد هي يعني هنا انا مش عارفة اعلمها لكم بسرعة بس هي يعني هو انا مش مش عامل لك عليها سهم اخضر يعني هي دي الحاجة دي المرة الوحيدة اللي مش جايب لك فيها ان متعلم لك على سهم بس هي السلايد دي مميزة شكلها مميز كده هي جاية من الجنب جايب لك كل حاجة من الجنب كده من الجنب من فوق هنا معانا كده هنا الدنتيت اللي جامد طيب رقم اتنين رقم اتنين دوت ايه رقم اتنين ده اللي هو الفيسلز اللي قدام صح الفيسل احنا قلنا الفيسلز اللي قدام اللي هو كان متسل متشال بسلك ده اسمه ايه اسمه الانتيرور سباينال ارتري والانتيرور ميديان في تمام رقم تلاتة رقم تلاتة اللي في الجنب دوت اللي هي اللي عاملة زي دي الحصان اسمها ايه الكودا إكوينة. بس هو هنا كاتب لك عليه ايه بيقول لك اللي هو روتس بتاع الكودا اكواينا بس كده عشان هي هنا محسسك ان هي مقسومة نصين فهنا عامل لك في انتيرو بصوا ده انتيرو وهنا ده بستير بس هو كده هو معلم لك هنا على رقم تلاتة يبقى تقول له الانتيرو بس ده اللي هو عايزه يعني اه فاضل معانا نقطة تقريبا اه اللي تحت دي رقم اربعة اللي هي الديورة رقم اربعة ديت مش يعني تحسها طبقة صح مش اللي هي حاجة متعلّمة حاجة زي الكود ده او كده لا هي تحسها طبقة كده الطبقة بتاع الديور السلايد ديت معنا تاني رقم واحد دي اللي هي دنتيت اللي رقم واحد اللي فوق رقم اتنين السلك الرفيع اللي جاي من قدام دوت اللي هو الانتيرور ميديان فين والانتيرور اه والانتيرور سبينال ارتري رقم تلاتة دي اللي هي الكودا بس كاتب لك هنا اللي هو الايه الانتيرور روت بتاع السبينال نيرف بتاع الكودا اكوينا ورقم اربعة دي اللي هي الديورة رقم اربعة اللي هي الديورة طيب تمام شوفوا السلايد اللي بعدها دي بقى بقى مراجعه ان شاء الله يعني اه هو هنا هي اه دي المفروض دي كده ده رقم واحد بس هو مش باين فمش مهم بس واحنا خدينه في السلايد اللي قبلها اللي هو ايه هيبقى الديوره في ال... مش السلايد اللي قبلها على طول السلايد اللي هي دي دي اهو رقم واحد دوت اللي هو ايه الديوره واحنا قلنا قلنا اي سهم اخضر ده الايه دنتيت ليجمنت اي سهم اخضر ده دنتيت ليجمنت وفي حاجه كمان احنا قلناها قلنا هنا ايه اللي هو اللي طالع بروز اللي طالع من جنب ده اللي هو النيرف روت ده احنا قلناها برده وقلنا السلك البمبه احنا قلنا السلك البمبة ده خدناه هنا السلك البمبه ده اللي هو ايه اللي هو الانتيرور سباينال ارتري والانتيرور نيرف الانتيرور ميديان فين الانتيرور سباينال ارتري والانتيرور ميديان فين تمام طيب في ايه تاني قلنا هنا رقم تلاتة رقم تلاتة هي الاراكينويد رقم تلاتة احنا قلنا برضه رقم تلاتة هيقابلنا اية رقم تلاتة هيبقى الاراكينويد بس بلاش اية رقم تلاتة انتوا تعب... انتوا عارفين اللي هي في الصورة بصوا انتوا تبقوا عارفينها بس وخلاص ده احنا قلنا دي اللي هي الديورة واللي هنا دي البايا متشال من عليها الاراكنويد وتحت هنا الاراكنويد تحسوا في طبقة فيها عليها زيادة في دي الاراكنويد كلها تمام كده تمام ومعانا معانا تحت هنا ده اللي هو ال ال الكودا إكوينا بس عشان اللي هو الكودا إكوينا. تمام بس هو مش بيتعلم لك عليه طالما مش كاتب لك عليها رقم يبقى هي مش بيتعلم لك عليه امال ايه تحت عندنا نوعنا وش احنا قلنا السلك البامبا مش احنا قلنا في عندنا في سلكين اتنين سلك البامبا اللي هو المستقيم مش شايل عليه حاجه المستقيم مش شايل عليه حاجه دوت اللي هو الانتير ميديان فيلو انتيرو سبينال اورتيك بس كده لكن حاجه ملفوفه وطالعه ولونها هي لونها بامبا لونها بنفسجي في جرات فيها بامبا وجرات فيها بنفسجي ده اللي هو ايه ده اللي هو الفايلم ترمينال انترنال فايلم ترمينال انترنال تعال نشوفه كده في اللي هو اللي كان بنفسجي اهو هو ده رقم ستة دي اللي هي الفايلم ترمينال انترنال موجود هنا بس ايه بس لونه بامبا اهو تمام كده تمام ان شاء الله تكون وايه دوت مش مكتوب عليه اي حاجات فانا كتبتلكوا لكم في الجنب اهو كتبت لكم كل حاجه تخص يعني تمام هنا ده زي مراجعه كده طيب بص هنا معانا فينا ايه في هنا اللي باين قلنا رقم 3 ده الاراكينوي رقم 3 ده الاراكينوي هو جايبها لك من الجنب شويه بس رقم أربعة دي الكودا إكوان معلم لك هنا طالما كاتب لك رقم على الكودا إكوان طالما كاتب لك رقم يبقى يقصد الكودا إكوان أما لو عامل لك سهم في الجنب كده سهم كده في الجنب يبقى يقصد إيه يقصد الراديكولار تمام وقلنا السلك البامبا الملفوف دوت إيه قلنا السلك البامبا الملفوف ده اللي هو الفايلم ترمينال إنترنا فايلم ترمينال إنترنا تمام نيجي للي بعده دوت هنا معانا إيه آه قلنا السهم الأخضر ده, ده دنتيت لجمت أي سهم أخضر فهو دنتيت والنير بروز اللي طالع من الجنب ده ده اللي هو الايه ده اللي هو النيرف آه روت النيرف روت النيرف روت رقم تلاتة اللي هو الايه الاراكينويد رقم تلاتة ده الاراكينويد قولنا السهم الاحمر اللي جاي عند الجنب بتاع الكودا اكوينا في العلامات اللي احنا السهم الاحمر اللي جاي في الجنب بتاع الكودا اكوينا اسمه ايه اسمه الراديكولار فيسل راديكولار فيسل ماشي وفي تحت هنا جايبه لك هنا المره دي بنفسجي مش جايبه المره دي بمب. لان قلنا اي سلك بامب او بنفسجي ملفوف وطالع لقدام يبقى الفايلام تيرمينال انترنال تمام كده مم. شوف السلايد اللي بعده السلايد اللي, اللي هنا هنا ديت باينه موضح فيها قوي قوي ان هي دي اراكينويد ودي باي بصوا ادي باي دي, دي اللي ديوره وتحتها هنا شوفوا لو حسيتوا هتلاحظوا باين قوي قوي اوي ان هنا ديت زياده عن اللي فوق دي زياده عن دي هتلاحظوها باينه قوي هنا في السلايد دي تمام يبقى دوت هنا دي ديوره دي الاراكينويد ديت الباي ديورا والاراكينويد والبي ماشي وقلنا اي سهم اخضر فهو دنتيت ليجمنت وقلنا هنا اللي طالع من الجنب ديت وديت اللي هي النيرف روت وقلنا اي سهم احمر جاي في جنب الكودا اكواينة فهو الراديكولار فيسل راديكولار فيسل ماشي في ايه تانية بس هنا جايبهالك المره دي السلك لونه بامب المره دي السلك لونه بامب اهو الملفوف دوت ده اللي هو ايه الفايلم ترمينال انترنال فايلم ترمينال انترنال اما السلك المستقيم اللي عليه خط كده وعامل زي علامه الزائد كده ده اللي هو ايه هيبقى الانتيرو ميديان فين والانتيرو سباينال ارتري بس كده امم نيجي ده ده تقريبا اخر واحد صح ده اخر واحد معانا تمام كده ده ايه ده اي سهم اخضر دي الصوره من الجنب اي سهم اخضر فهو دنتيت لجمت اي سهم اخضر فهو دنتيت لجمت البروز اللي طالع من الجنب دوت اسمه ايه ده النيرف روت البروز اللي طالع من الجنب ده, إيه ده النيرف روت ايه طيب بعدها هنا بيقول لك ايه لسه دي رقم اربعة ديت اللي هي الايه الكودا اكوين اللي هي الحاجات اللي بنزل دي الكودا تمام تمام إيه وقلنا وهنا المرة دي جاي لونه بامبا جاي لونه بامبا وجاي على خط كده ده اللي هو ايه هو لونه بامبا وشكل ملفوف يعني تحسوه مش مش مستقيم زي التاني يعني مش مستقيم زي ده عشان تعرفوا تفرقوا عن بعض ده زي ده الفايلم ترمينال انترنال فايلم ترمينال انترنال بس كده ده كده خلصنا ايه كل اللي معانا اهو يا سيدي بس كده دول بقى زي تدريب كده, كده. متشال من عليهم الاسامي نحلهم كده مع بعض احنا قلنا رقم واحد اللي هي الديورة صح قلنا رقم واحد معانا ده الديورة وقلنا ديات البايه بس مش مكتوب عليها رقم وقلنا الاراكينويد انا عايزه اجيب عايزه اجيب الاراكين اهي الاراكينويد رقم تلاته الاراكينويد رقم تلاته دي دي كده بعد كده خدنا البايه والديورة والاركينويد البايه والديورة والاركينويد صح كده صح طيب فاضل معانا ايه تاني في في الجار دوت فاضل معانا السهم الاخضر قلنا اي سهم اخضر فهو دنتيت ليجن صح تمام وقلنا البروز اللي طالع زي مثلث كده من جنب دوت ايه دوت اللي هو النيرف روت طيب فئة تاني فينا معانا السلك البامبا السلك البامبا دوت اللي هو الانتيرو سباينال ارتري والانتيرو الانتيرو سباينال ارتري والانتيرو ميديان سلك البامبا المستقيم المستقيم تمام طيب في ايه تاني السهم الاحمر السهم الاحمر قلنا السهم الاحمر اللي جاي من جنب الكود اكوانا فهو ده الراديكولار فيسل الراديكولار فيسل بس ده كده خلصنا ده الجار ده نيجي للجار دوت فيه تلات ارقام بس اللي هو الكود اكوانا طالما رقم مش سهم جاي من جنب كده بص رقم رقم اربعة يبقى ده الكود اكوانا سهم جاي من جنب يبقى راديكولار فيسل سهم احمر وقلنا رقم ستة دوت اللي هو طالع بسلك بنفسجي او بسلك بامبا مش مستقيم دوت ايه ده الفايلم ترمينال انترنام. فايلم ترمينال إنترنام. اخر حاجه رقم خمسة تحت اللي هي فايلان ترمينال اكسترنال فايلان ترمينال اكسترنال تمام طيب نيجي هنا ديت ايه معانا قلنا رقم واحد ده اللي هو الدنتيت ليجمنت رقم واحد ده الدنتيت ليجمنت قلنا رقم اتنين اللي جاي من قدام الصوره دي جايه من الجنب فهو دوت كده القدام بتاعها ده كده الانتيرور بتاعها وده البوستير ودوت هنا من الجنب كده تمام يبقى الرقم ايه, إيه اللي هو ماشي هنا ده كده ده اللي هو ايه رقم اتنين اللي هو الانتيرو ميديان فين والانتيرو سباين الارتري تمام رقم تلاتة ده اللي هو الكودا اكوين الكودا اكوين زي طالما عليها رقم يبقى الكودا اكوين الكودا اكوين بس هو انا الفرق اللي هو كاتب لك كاتب لك الانتيرو روت بتاع الكودا بس اللي موجودة في الكودا اكوين بس كده ورقم اربعة اللي تحت اللي هي الديورة مثلا رقم اربعة اللي هي ايه الديورة تمام نيجي للي بعدها لا استنى انا ما خدتش دول تمام آه قلنا هنا دوت اي سهم اخضر فوق دنتيت ليجمنت والعلامه اللي فوق ديت مش باينه قوي بس هي الديوره واللي جاي من جنب ده اللي هو الايه النيرف روت رقم ثلاثة دي الاراكينويد سلك البامبا اي سلك بامبا مستقيم بص اي سلك مستقيم وهتلاقوه جاي عليه فيسل دي من قدام ده اللي هو الايه ده اللي هو الانتيرو سبينال الانتيرو نيرف روت اما اي سلك طالع كده مكان من مكانه مش مستقيم هتلاقوه يا بامبا يا بنفسجي ده اللي هو عليه الفال انترنال انترنال بس كده وهنا هنا نفس الحاجه السلك الاخضر السهم الاخضر دوت اللي هو ايه السهم الاخضر فهو عباره عن الدنتيت ليجمنت والمثلثات اللي جايه من جنب ديت فهي النيرف رود ورقم أربعة دي اللي هي الكودا إيكوينا طالما رقم يبقى الكودا إيكوينا ومن تحت هي مش باين اللي هو السلك البامبا دوت قلنا السلك البامبا اللي هو الفايلم تيرمينال انترنال فايلم تيرمينال انترنال بس كده آه نيجي للسلايد اللي بعدها اخر سلايد معانا مراجعه بص قلنا طبعا رقم اي اخضر فهو الدنتيت ليجمنت ديت هنا ديت ايه الاراكينويد بس هو كاتب لك الرقم بتاعها تحت اهو الاراكينويد رقم واحد اللي دي هي بس هي أو. مش باين قوي مش مش باين الرقم بتاعها قوي يعني تمام قلنا السهم الاحمر اللي جاي من جنب الكودا اكوينا السهم الاحمر دوت عباره عن الراديكولار فيسلز الراديكولار فيسلز وقلنا السلك البامبا اللي طالع مش مستقيم دوت ده, ده اللي هو الايه الفايلام تيرمينال انترنا اما السلك البامبا اللي عليه خط تاني دوت ده, ده اللي هو ايه ده الانتيرور نيرف روت والانتيرور الانتيرور اسمه ايه الانتيريو زوين الارتري والانتيريو ميديان فين الانتيريو زوين الارتري والانتيريو ميديان فين تمام نيجل دي هما كلهم متكررين والله يا جماعة يعني السهم الاخضر دوت ده اللي هو الايه الدنتيكوليت قلنا ايه سهم اخضر فوق الدنتيكوليت اللي جاي من جنب كده ده اللي هو النيرف رود رقم تلاتة ده الاراكينويد رقم خمسة السهم الاحمر اللي جاي من جنب دوت ده اللي هو الايه قلنا الراديكولار فيسلس بس كده وهنا معانا باين هنا ايه باين هنا رقم تلاتة ده الاراكينويد. طيب رقم اربعه دي اللي هو الفيلم ترمينال اللي هو الكودا اكوين رقم اربعه اللي هي الكودا رقم اربعه اللي هي الكودا اكوين الاما اللي جايب سلك بامبادات الي هو الفايلم ترمينال انترنت. وبس كده كده خلصنا سينكيو. شكرا يا دكاتره